للوقوف أكثر على عودة محادثات الملف النووي الإيراني في 29 من الشهر الجاري، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم. سيد طارق، بداية مرحبا بك. في 29 من الشهر الجاري تعود أطراف الاتفاق النووي الإيراني للجلوس مجددا للمفاوضات. ما الجديد الذي يمكن أن يتفاوض عليه الأطراف أو تتفاوض عليه الأطراف التي ستجلس للتفاوض؟ لحظة ممكن؟ تفضل أستاذ طارق. تسمعني أستاذ طارق؟ إذن إلى أن نتمكن من تأمين الصوت بشكل أفضل سنعود الاتصال بالسيد طارق جاسم مرة أخرى، ومن ثم نكمل النشرة. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. إذن عاد إلينا مرة أخرى في استكمالنا لاستوديو رافدين. مشاهدينا الكرام، عاد إلينا الأستاذ طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية. أستاذ طارق، مرحبا بكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وشكرا على هذه الفرصة. أهلا بك أستاذ طارق. أستاذ طارق، يعني ما الجديد الذي يمكن أن يظهر من جلوس المتفاوضين مرة أخرى؟ بالواقع هذا يعتبر تنفيذ للعقوبات الأممية التي فرضتها أمريكا والمجتمع الدولي بوجه إيران وتطلعاتها في الوصول إلى قنبلة ذرية. فإيران كانت في الماضي تبحث عن دخول المفاوضات بشروط مسبقة لها، من ضمنها إطلاق الأصول والأسد المجمدة الإيرانية، ولكن هذه المرة أثبتت هذه العقوبات والضغط الدولي والسياسي نجاح أمريكا وحلفائها في جلب إيران لطاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة. فأعلنت الخارجية الأمريكية هذا أمس، ولكن في الواقع هذا كان يعني بدون رؤية استراتيجية واضحة إيرانية، لأن كان وزير الخارجية الإيراني السيد عبد الله إيران طلب في الشهر الماضي إطلاق على أقل تقدير 10 مليارات دولار كحل وكحسن نية، كبادرات حسن نية من قبل الغرب، ولكن في الواقع هذا لن يأتي بثمار هذه التصريحات. إنما اليوم الغرب جلب إيران لطاولة المفاوضات، فيمكن أن تخرج هنالك اتفاق مبدئي من هذه المفاوضات في المستقبل القريب، لكن هل هذا الاتفاق يكون مجدي للمجتمع الدولي ويكون يعني يستطيع أن يردع إيران ويوقف برنامج إيران التسليحي النووي أم لا؟ التاريخ والوقت هو الذي سيحدد هذا. طيب أستاذ طارق، من وجهة نظرك هل ترى أن إيران أظهرت مرونة ما في مواقفها؟ بالواقع إيران تنطلق اليوم من موقف الضعف، فهي يعني مهددة داخليا وإقليميا. اليوم أظهر إيران والبراكسي أو الجهات والوكالات النيابية لإيران في اليمن، في لبنان، في العراق، وضعها ليس بما يرضي. حلفائها في العراق فشلوا، في لبنان وضع متوتر، اليمن أصبحت محاصرة وبشكل كامل استراتيجيا بعيدة عن التأثير الإيراني داخل اليمن، لذلك إيران اليوم محاصرة من كل مكان. وهذا الضيق الاستراتيجي الذي يعاني منه النظام في طهران بعد ما رأينا حتى في الأزمة التي اختلقها مع أذربيجان، أثبتت هذه الحركات والتحركات أن الدولة الإيرانية اليوم بمأزق كبير وبأزمة داخلية وخارجية. لذلك أنا أعتقد أن
أن الدولة الإيرانية هي أتت للمفاوضات من أجل أن تبحث عن نقطة انفراج في الأزمة. بالواقع هذه الأزمة ليست أزمة النووي فقط، وإنما تأتي من خلال الأزمة النووية والاتفاق النووي عدة اتفاقيات ممكن للدولة الإيرانية أن تغايظ وتساوم على هذه البرامج والأمور والأوراق في مفاوضات فيينا. الخارجية الأمريكية من جانبها ترى يعني أنه يجب استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت فيها أو توقفت عندها. إذا قبلت إيران ذلك، إلى أي مدى ربما تتوقع ستقبل إعادة عقارب الساعة والرجوع إلى معادلات التخصيب الأولي قبل توقف المفاوضات؟ في الواقع يعني السياسة الخارجية الأمريكية تدعي من قبل مؤسسات عريقة ترى المستقبل السياسي لأمريكا وحلفائها وللعالم بالواقع أجمع، لكن إيران أرادت أن تشتري الوقت من خلال إطالة المفاوضات ومن خلال التلاعب حتى بنتائج الاتفاق النووي وما بعد الاتفاق النووي. ورأينا أن الانسحاب من التعهدات اللي فرضت أو اتفق عليها في 2015 الاتفاق النووي بدأ من قبل الإيرانيين، لأن الإيرانيين لم يوقفوا برنامجهم التسليحي والصاروخي ولم يوقفوا حتى التخصيب اليورانيوم بحجة الوصول إلى الطاقة السلمية النووية. لذلك الغرب ومن بعد تحديدا من بعد انسحاب أمريكا بواسطة سيد ترامب بدأوا بالوصول إلى هذه الحقيقة أن الدولة الإيرانية غير شفافة أولا ثم غير واضحة في تحركاتها النووية، وإيران تبحث عن ليس طاقة نووية وإنما الوصول إلى السلاح النووي. ورأينا كيف تم إيقاف مفتشي الطاقة الذرية وكيف تم إخلاء وإخراج الكاميرات اللي كانت تراقب التحركات الإيرانية داخل مواقع إيران النووية من قبل السلطات الإيرانية، هذا بالإضافة إلى المواقع السرية اللي لم تكشف حتى اللحظة كلها إيران بوجه المفتشين وبوجه الوكالة الطاقة الذرية. إلى أي مدى ترى أن يعني تبدل المواقف ما كان ليحدث لولا السياسات التي اتبعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الملف النووي الإيراني؟ بالواقع هذا ليس تبادل للأدوار، وإنما يعني عندما يأتي رئيس أمريكي ويرى التحرك الإيراني وغير شفافية إيران وغير يعني تكون نواياها غير حسنة في كثير من الملفات، لذلك أي كان بدل السيد ترامب كان سينسحب من هذا الاتفاق اللي هو بالواقع انسحب منه. ومثل ما قلت في بداية حديثي أن أمريكا لها استراتيجية واضحة بالحفاظ على أولا أمن إسرائيل في المنطقة ثم إيجاد التوازن في منطقة الشرق الأوسط، لذلك لا يمكن تسمح لإيران حتى وإن اتفقت مع إيران في مرحلة مقطعية لإيقاف لتأخير وصول إيران للقنبلة النووية ولتأخير وصول إيران للطاقة النووية. لذلك بناء على هذه الأمور أمريكا من المستحيل أن تسمع ولا حتى حلفائها الأوروبيين وهم يعرفون كيد إيران وهم يعرفون لماذا إيران تريد لهذه المفاوضات أن تطول وتريد هذه المفاوضات أن تخرج بنتائج إيجابية لها. ولكن في الواقع في واقع الأمر إيران اليوم أن إيران اليوم تمر بأزمة كبيرة وتبحث هي عن وصول ومفاوضات بأمور أخرى ليس لها أهمية بقدر أهمية الملف النووي الإيراني، وهي تقسيم الدور وتقسيم التوازن في منطقة الشرق الأوسط، وهنالك مفاوضات استكشافية حصلت مع المملكة العربية السعودية وهنالك أيضا تراجع لإيران في بعض الملفات الإقليمية. من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم، شكرا جزيلا لكم.